عاجل جدا، الجيش الثالث المصري يستعد عسكريا، وبيان عاجل من الحكومة ترد على فشل مشروع ضخم نتيجة عدم توافر المياه، وصدمة تصريح من رئيس وزراء إثيوبيا يرد على السودان بخصوص سد النهضة، وضربة قاضية من الداخلية المصرية ضد مدير كرة قدم ارتكب جريمة بشعة، ومفاجأة مصر وليبيا توقعان اتفاقية جديدة ومختلفة، ومصر تطلق مبادرة لإطلاق أول قمر صناعي في هذه البلد العربي الشقيق. كل عام وأنتم بألف خير، رمضان كريم عليكم، صلوا على الحبيب محمد. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار، واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل 2000 لايك على هذا الفيديو. قبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني وبيحب بلده يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر، وانتوا قدها وطنيين. تعالوا نبدأ بتفاصيل أول خبر معانا، وبيان عاجل من الحكومة ترد على فشل مشروع ضخم نتيجة عدم توافر المياه. المركز الإعلامي المصري لمجلس الوزراء كشف عن أهمية المشروع القومي الدلتا الجديدة والذي تم التشكيك فيه نتيجة لعدم توافر الموارد المائية اللازمة لري الأراضي الزراعية. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تواصل مع وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري، حيث أكدت الوزارتان أنه لا صحة لعدم جدوى المشروع القومي الدلتا الجديدة نتيجة لعدم توافر الموارد المائية اللازمة لري الأراضي الزراعية، وأشاروا إلى أن المشروع يعد أحد أهم المشروعات القومية التي تستهدف تحقيق الأمن الغذائي والحد من استيراد السلع الغذائية الاستراتيجية، وقالوا شددوا على أن في توافر لكافة الاحتياجات المائية اللازمة لري جميع الأراضي الزراعية بالمشروع من خلال الاستفادة من مياه الصرف الزراعي، حيث سيتم معالجة حوالي 6 مليون متر مكعب يوميا من المياه، ويعتمد المشروع أيضا على المياه الجوفية من خلال ضوابط للسحب والاستخدام بما يضمن استدامة المخزون الجوفي، حيث تم البدء في الزراعة بالاعتماد على المياه الجوفية لمساحة 200 ألف فدان بمشروع مستقبل مصر الواقع ضمن نطاق مشروع الدلتا الجديدة، مع الاعتماد على أنظمة الري الحديث لضمان ترشيد استهلاك المياه، فيما معناه أنه ما تم نشره من إشاعات على السوشيال ميديا إن مصر ما عندهاش يعني توافر للمياه لإقامة مشروع الدلتا الجديد هو مجرد تشكيك ونشر للإشاعات ملوش أي أساس من الصحة. هذا الكلام، وأترك لحضراتكم التعليق، وإن شاء الله يعني هذا المشروع هيعمل نقلة كبيرة جدا في الاقتصاد المصري وفي الزراعة في مصر. لو حضرتك جيت للجزء ده من الفيديو ياريت ما تنساش تدعمنا باللايك والاشتراك في القناة، ويلا ندخل على الخبر التالي. ننتقل لخبر آخر معانا في منتهى الأهمية وعاجل جدا، الجيش الثالث المصري يستعد عسكريا. رئيس أركان حرب الجيش المصري محمد فريد شهد مشروع تمرين مراكز قيادة خارجي يسمى بإعصار 62 الذي تقوم به إحدى تشكيلات الجيش الثالث الميداني. بدأ المشروع بتنفيذ إجراءات التحضير والتنظيم للمعركة متضمنة تنظيم تعاون لكافة عناصر تشكيل المعركة. أعقب ذلك مرور رئيس أركان حرب القوات المسلحة على مراكز القيادة والسيطرة للتأكد من جاهزيتها واستعدادها. ظهر خلال المرور ما وصلت إليه العناصر المشاركة من استعداد قتالي عال، فضلا عن المهارة في استخدام أحدث وسائل نظم القيادة والسيطرة لتنفيذ المهام المخططة أثناء مراحل المشروع أو فيما معناه التدريب. تحيا مصر، وتحية كبيرة للجيش المصري على هذه المناورات والتدريبات، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل لخبر آخر معانا وصدمة، تصريح من رئيس وزراء إثيوبيا يرد فيه على السودان بخصوص سد النهضة. رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد قال إن افتراض فشل عملية التفاوض بشأن سد النهضة ليس صحيحا، وفي رده على رسالة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أوضح أبي أحمد أن افتراض فشل عملية التفاوض بشأن سد النهضة ليس صحيحا،
لأننا رأينا بعض النتائج الملموسة بما في ذلك التوقيع على إعلان المبادئ. يعني أبي أحمد بيطلع لنا ببيان بيسخر فيه من مصر والسودان، يعني إحنا بقالنا 11 سنة بنتفاوض، إعلان المبادئ أصلا بينص في مبدأ منه بينص على إن ما ينفعش إثيوبيا تقوم بعملية ملء بدون ما يعني ترسل معلومات أو تشارك الجانب المصري والسوداني بعملية الملء. ولكن زي ما شفنا في الملء الأول، إثيوبيا فاجأت السودان إنها ملت وتسببت في خسائر كبيرة جدا في السودان من جفاف ثم فيضان. وفي بيان السخرية اللي أبي أحمد أصدره قال إذا تفاوضت الأطراف بحسن نية فإن النتائج في متناول أيدينا. هذه سخرية أخرى، يعني هذه باين جدا أنها سخرية. مين اللي بيتعنت ومين اللي ما عندوش إرادة سياسية ومين اللي ما عندوش حسن نية؟ يعني أنا مش فاهم، يعني شيء غريب جدا. هذا البيان حقيقي يعني أنا أعتبره سخرية. واعتبر أن إثيوبيا ما زالت تعتقد أن أفضل طريقة هي مواصلة المفاوضات الثلاثية، وطبعا عاوزين المفاوضات دي إلى ما لا نهاية، يعني هم عاوزين هذه المفاوضات إلى ما لا نهاية، نفضل نتفاوض كده لحد يعني 7-8-9 أجيال، والأمر ده مش متوفر عندنا أن احنا نقعد نتفاوض إلى ما لا نهاية. والرئيس السيسي قالها، وحمدوك اللي هو رئيس وزراء السودان أرسل يوم 14 إبريل دعوات لعقد اجتماع افتراضي مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي والأثيوبي أبي أحمد لمواصلة التفاوض حول أزمة سد النهضة، إلا أن المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء السوداني فيصل محمد صالح كشف عن عدم تلقي الخرطوم بعد أي رد رسمي من الحكومتين المصرية والإثيوبية. وكانت العاصمة الكونغولية كينشاسا قد استضافت في بداية إبريل الجاري مفاوضات حول أزمة سد النهضة، شاركت فيها وفودا من السودان ومصر وإثيوبيا زي ما حضراتكم عارفين، ولكن ما كانش في أي نتائج يعني من هذه المفاوضات، وكلنا كنا عارفين الكلام ده. ولو سألت أي عيل صغير ماشي في الشارع هل مفاوضات كينشاسا ما بين مصر والسودان وإثيوبيا هنوصل لاتفاق أم لا، هيقولك لا بكل بساطة يعني. ورفضت إثيوبيا المقترح السوداني لتوسيط الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي بهدف تغيير منهجية التفاوض، وطبعا زي ما كلنا عارفين هذا الأمر. المصدر معانا كان سبوتنيك. أترك لحضراتكم التعليق، وهل أنتم شايفين أن دي سخرية من أبي أحمد من السودان ومصر أم لا؟ يعني بيان في منتهى السخرية، بيان مضحك جدا، بيان يعني يثير الضحك، وبرضو أشوف تعليق حضراتكم على هذا الخبر. ننتقل لخبر آخر معانا، وضرب قاضية من الداخلية المصرية ضد مدير كرة قدم ارتكب جريمة بشعة. أعدم قوات الأمن المصرية مدير كرة قدم في مصر بعدما استدرج عمته لمكان متطرف وكمم فمها بشريط لاصق ووثقها بالحبال ثم جردها من مصوغاتها الذهبية وقتلها. وصحيفة الوطن المصرية أوضحت أن مدير كرة القدم أقدم على الجريمة في مدينة تابعة لمحافظة الشرقية طمعا في مجوهرات عمته. وأشارت الصحيفة إلى أن الواقعة أفزعت الأهالي عام 2019 حين تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد العثور على جثة سيدة في منتصف العمر تعمل ربة منزل في مكان متطرف من المدينة وبها إصابات بالغة عبارة عن جرح غائر في الرأس وأنحاء متفرقة من جسدها. وقد كشفت تحريات رجال المباحث والبحث الجنائي أن نجل شقيق المجني عليها وراء ارتكاب الجريمة ويدعى أمين يبلغ من العمر 35 عاما ويعمل مدير ملعب كرة قدم، وقد استدرج عمته إلى مكان نائم إذ عثر على جثتها بعد قتلها بقطع حديدية كانت بحوزته، ثم سرق مصوغاتها الذهبية وألقي القبض على المتهم والأداة المستخدمة في الواقعة. وفي جريمة أخرى قامت محكمة جنايات الزقازيق بإحالة أوراق متهم إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه بعد قتله شقيقه ودفنه في المنزل. اعترف القاتل على نفسه وأقر بجريمته الذي برر قتله لأخيه الأصغر بسبب شجارهما الدائم بعدما أخبر قوات الأمن بمكان إخفائه لجثة القتيل حيث قام بدفنها داخل حفرة في إحدى شقق منزل لهم تحت الإنشاء. المصدر معانا كان من الوطن وآر تي، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. انتقل لخبر آخر معانا، ومصر تطلق مبادرة لإطلاق أول قمر صناعي
في هذه البلد العربي. وزارة الاتصالات العراقية أعلنت أن الاتفاق على إنشاء أول قمر صناعي خاص بالعراق بمبادرة من الحكومة المصرية. والمتحدث باسم وزارة الاتصالات في العراق قال للوكالة الرسمية أن الحكومة المصرية أطلقت مبادرة إنشاء أول قمر صناعي خاص بالعراق، وتم الاتفاق على إنشائه بمبادرة عراقية مصرية، مبينا أنه تم الاتفاق مع شركة إيرباص الفرنسية على تنفيذه. وقال إن هذا القمر مهم جدا للعراق، إذ وصل عدد القنوات العراقية إلى 150 قناة فضائية، بالإضافة إلى وجود الترددات الإذاعية وما يتعلق بالخدمات التكنولوجية المتطورة والحديثة التي تخدم وزارة الاتصالات. والمتحدث باسم وزارة الاتصالات قال قبل نهاية العام الماضي أطلقت جمهورية مصر قمر طيبة 2020، ومن الممكن الاستفادة من التجربة المصرية الصناعية. وأكد الاتفاق مع الجانب المصري وشركة العرب سات على إنشاء أول قمر صناعي عراقي خاص. المصدر كان معنا من السومرية نيوز. يعني نتمنى إن شاء الله التقدم لدولة العراق، ونتمنى لها يعني المزيد من يعني الشراكة بين مصر والعراق في هذه المجالات، وعموما المجالات الاقتصادية التي بالتالي بتعود على الدولتين بمنفعة كبيرة جدا. يعني ربنا يحفظ العراق الشقيق ويرجعها يعني من الدول الكبار. يعني إن شاء الله ترجع العراق دولة كبيرة مرة أخرى. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. تحيا مصر والعراق. ننتقل لخبر آخر معانا، ومفاجأة، مصر وليبيا توقعان اتفاقية جديدة. وزارة الطيران المدني المصرية أعلنت توقيع اتفاقية مع وزارة المواصلات الليبية تنص على التعاون في مجالات التدريب والصيانة والأعمال الفنية والشحن الجوي. وأكدت وزارة الطيران المصرية أن الدولة المصرية بتحرص على تقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء في ليبيا، وذلك في مجال الطيران المدني. وأضاف وزير الطيران المدني محمد منار خلال لقاء مع وزير المواصلات الليبي محمد سالم الشهوبي أن وزارة الطيران المدني المصرية وجميع شركاتها التابعة على استعداد تام لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لشركة الخطوط الجوية الليبية، ورفع مستوى الخدمات وتطوير الأداء بعودة نشاطها لما سبق من خلال الدعم الفني، بجانب تدريب الكوادر الليبية من طيارين وأطقم جوية وفنية، وذلك من خلال الشركة الوطنية مصر للطيران. شراكة جديدة بين مصر وليبيا. يعني أنا مبسوط جدا من اللي بتعمله مصر مع أشقائها العرب ومع الدول العربية. نتمنى يعني ان ليبيا والعراق يرجعوا تاني، وبإذن الله يرجعوا بأمر الله، ومصر يعني الأخت هتساعدهم بإذن الله، ونتمنى الخير الكبير للعرب بإذن الله. جينا لنهاية نشرة الأخبار. كان معكم العبد الفقير لله إسلام الأمير من قناتكم مصر ميديا اي بي، وصفحتكم على الفيسبوك بنفس الاسم ولكن إسلام الأمير مصر ميديا اي بي. إن شاء الله أشوفكم في يعني فيديو جديد وأخبار جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.